شباب، المحاضرة راح تكون على الـ Spontaneous Potential Log اللي هو اختصار مالت الـ SP. دائما راح تشوفون هذا الاسم. طبعا هذا واحد من الأجهزة اللي راح تكون ومن السيت اللي احنا نسميها Conventional Log اللي هي Resistivity Log, Neutron Density, Gamma Ray. فهذا دائما راح يكون تكميلي ويا هذا السيت مال اللوجات اللي هي اللوجات التقليدية اللي يستخدموها دائما بالأوبن هول. الفكرة من هذا الجهاز أو التطبيقات، الجهاز راح تشوفون عدة تطبيقات، منها يسوي مضاهات أو correlation بين الآبار، يعني مجموعة آبار ويسوي correlation عليها، وراح ناخذ مثال عليها بنهاية السلايدات. راح أحدد من خلاله المناطق المكمنية والمناطق اللي هي راح تكون ضمن الدراسة، احنا نسميها الجروس ليثولوجي. وأيضا راح يكون واحد من الطرق اللي احسب من عندها الار دبليو والفيشيال وممكن احسب الشيل، نعم الكلي كونتنت. وراح يكون هو في الطريقه ما تكون بها حسابات، بس راح تعطيني انديكيشن على انه المناطق هي النفاذه اللي بالفورميشن، يعني مو احسب بيرمابولتي بس راح تعطيني فكره انه هاي المنطقه نفاذه. بعد راح تكون ايضا بالنسبه للتطبيقات الجيولوجيه، واحده من التطبيقات اللي يستخدموها الجيولوجين هي الديبوزيشنال انفايرمنت، يعني شوف طريقه او تحديد الديبوزيشن على ضوء الاس بي لوج. الاس بي لوج الفكره مالته كلش بسيطه، يعني كجهاز راح يكون عندي الكترود واحد داخل البير اللي هو احنا نسميه الالكترود ام، اوكي، وراح يكون على السطح الجراوندنج راح يكون عندي او الايرث احنا نسميه ان، وراح يقيس الفرق الجهد اللي راح يصير خلال تفاعل وجود الاطيان الحفر الموصله، هو راح يقيس الفرق الجهد المستحث او الذاتي اللي راح يصير نتيجه تفاعلات او نتيجه انتقال ايونات، فهو راح يتحسسها ويقراها، يقرا لك الفرق الجهد. فلهذا طبعا هنا ما راح يكون عندي يعني فد ترانسديوسر، او راح يكون عندي مثل بقيه الاجهزه انه هو يبث ويقرا يرجع يقرا بالريسيفر، لا، هذا هو راح يقراك. فلهذا احنا نسميه سيلف بوتنشال او نسميه سبونتينيوس بوتنشال ميجرمنت. الفكره ما تشوف طبعا اكو نوع من التفاعل، هذا اللي مهمات يعني دائما نركز عليهن، شنو التفاعلات اللي تصير واللي يسبب لي هو هذا فرق الجهد. اول تفاعل راح يصير احنا نسميه الليكويد جنكشن بوتنشال او الديفيوجن بوتنشال اي جي، اوكي. هذا طبعا لو تلاحظون هنا بالفيجر عندك، خلي اطلع البوينتر، لو تلاحظون هنا عندي حوض، وهذا الحوض ب سوائل، يعني هو قد يكون مي وبتراكيز مختلفه، يعني هنا هذا الجزء راح يكون تركيز عالي وحاوي على ملح الصوديوم، وهنا راح يكون التركيز اقل او اللي هو الديليوت. بس لحظه، الصوره دي تتحرك لو ما تتحرك؟ لان ما تتحرك الصوره ثابته، بس انا دكتور 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 انت مطابق حسابيا؟ اي الموبايل طفي الكاميرا مالته. لا لا لا، انا عندي تو سكرين. اي بس الكاميرا هسه يلا طلع الدكتور، هسه يلا طلع. بس لحظه، راح شو اسوي هسه؟ بس الموبايل طفي الكاميرا. لا لا، مو موبايل، انا عندي تو سكرين، راح اسوي الانتاير ويندوز كلها. هسه المفروض طلعت عندكم؟ اي واضحه. تمام دكتور، بعدين نعم. هسه اي دكتور، يعني قبلها تشوفون السلايدات لو لا؟ لا لا، قبلها لا، فقط المقدمه، يعني بس المقدمه. عموما ما فاتنا العد، يعني هذا السلايد شفتوه؟ بس لحظه خلينا نشوف هذا السلايد اللي قبله. هذا السلايد شفتوه تمام؟ دكتور همين ما دا تتحرك بالنسبه لي. ايه انا همين نفس الشيء. بس لحظة، هاي شنو السالفة؟ هسه تحركت. زين هسه تشوفون تشوفون. هسه اياكو حركة تمام. اوكي، خلينا نحول هنا. خلينا نحولها. هسه تتحرك عندكم؟ لا، ماكو حركة.
ايه دكتور واقفه زين مو واقفه مشكلة. هسه المفروض تتحرك هكتم بس لو بعدها تتحرك لا اكو مضبوط حركة مضبوط اي هسه تمام مضبوط هذا شفتوه هذا السلايد صح لو لا لو ما شفتوه لا لا دكتور دكتور نص ما شفته المقدمة هو هذا كنت احكي عنه قبل شويه بس مهم يعني ما عبرنا هواي هذني الخطوات اللي او التطبيقات اللي حكيت عنهن انه بس كتابه بس هذا الفكره قلت لكم انه فكره الجهاز عندك 1 الكترود انسايد ذا ويل بور وعندك بالاوتر على الجراوند راح يكون عندك الارثنج اللي هو الان فهنا الجهاز راح يتحسس راح يتحسس السيلف بوتنشال او نسميه سبونتينيوس بوتنشال انسايد ذا ويل بور زين ف نشوف هسه هنا نرجع على الفكره الاولى على التفاعلات اللي راح تصير واللي راح تولد لي فرق الجهد اللي هدنا قلنا اول شيء الليكويد جانكشن او احنا نسميه الديفيوشن بوتنشال اي جي هنا تلاحظون عندك هذا الحوض قلنا ذكرنا انه عندك هنا تركيز عالي للان اي سي ال قد يكون براين ووتر اوكي وهنا راح يكون عندك ديلوت ان اي سي ال يعني هنا مخفف فراح تصير الحركه شنو من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل بس هنا شنو راح تكون الهاي موبيليتي بالنسبه للنيجاتيف ساين بالنسبه للكلورايد اوكي او الكلورايد اللي هو راح يكون الموبيليتي اعلى فهذه الموبيليتي اثناء ما تصير انتقال من الهاي كونستريشن تو دوليوت ان اي سي ال سوليوشن راح يصير عندي نتيجه هاي الحركه راح يقرا عندي الجهاز اذا تشوفون هنا مثبت على الطرفين راح يقرا لي الديفيوشن بوتنشال احنا راح نسميه اي دي اوكي التفاعل الثاني هذا التفاعل طبعا التفاعل الاول راح يكون اذا اريد نمثله هسه راح نشوف لما يكون عندي المد فلتريت اذا كان عندي فريش ووتر راح يكون عندي لو كونستريشن بالنسبه للان اي سي ال وعندك الفورميشن ووتر اللي هو الار دبليو راح يكون انت عندك هاي كونستريشن اذا كان هاي سلاين راح يصير عندك هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه شو وقت راح يصير عندك لما يكون انت عندك ممبرين بوتنشال احنا نسميه لما يكون عندك طبقه شيل بس هنا الانتقال ما راح يكون للكلورايد راح يصير بالنسبه للصوديوم نفسه اللي هو الان اي فهنا راح يكون انت عندك اللي احنا نسميه بوزيتيف الرياكشن مالتنا فعندك هنا الفرق بيناتهم هنا راح يكون عندك الكاتايونيك ممبرين راح يسمح لك فقط للصوديوم كاتايون تو فلو ثرو ذا كلوراين الكلوراين راح يكون هو ريستريكتد وما راح يتحرك هسه راح نشوف هذا نترجمه هذا التفاعل ايضا راح يقرا نتيجه هذا التفاعل راح يصير عندك اللي هو فرق الجهد نتيجه انتقال ايونات فراح تقرا هو هذا راح يكون عندك الاس بي كفكره مالته او الثيوري اللي خاصه بيها راح نشوف شلون نترجمهم هذني كلهم يعني نجي عليهم تفصيل اكثر لو تلاحظون هنا عندنا كانما هذا الويلبور اوكي وهذا هنا يمثل لك الهاي سالينيتي بالنسبه للفورميشن ووتر وهنا راح يكون انت عندك المود فلتريت اللي هو اللو سالينيتي قد يكون عندك فريش ووتر مستخدم بالمود اللي انت تشتغل بيه فالفلتريشن مالته راح يكون فريش ووتر فهنا راح تصير اول تفاعل او اول انتقال هذه الايونات وحركتها راح تنتقل هي شوف تلاحظون اللي هي الكلورايد واللي هي تكون نيجاتيف ساين بالنسبه للاشاره مالتها فهنا راح يصير عندنا تبكلي اذا كان عندنا قلنا فورميشن ووتر او يكون عندنا التفاعل مالتنا اذا كان عندي هم حاله عكسيه انه استخدم سلاين ماد وعندي فريش مثلا داخل الفورميشن ووتر فنفس الحاله راح تصير عندي بس هنا راح تصير الاشاره عندي بالبوزيتيف وهاي راح نشوفها بالاس بي لوج هسه بالامثله اللي راح نشوفها عندنا التفاعل الثاني شوف لما يكون انت عندك مثلا طبقه وهذه الطبقه راح تكون يعني اللي هي الطبقه اللي يتمثل لك هي الشيلي فورميشن راح يصير عندك هنا ايضا
انتقال للصوديوم نفسه زين، بس الكلور ما راح يصير به حركه، فهنا راح تصير عندك التفاعل اللي هو ايضا راح يعطيك السيلف بوتنشال بالنسبه للصوديوم، بس هنا راح يكون الشيل بس راح نشوفه كانما هو البيز لاين، راح يقرا كانما صفر لما نجي نسوي الحسابات مالتنا، نخليه هو الريفرنس نمبر بالنسبه لنا، ونبدا نقرا من عنده حسب الطبقه والتفاعل مالته، فهنا راح نسميه اي ام اوكي، على اساس انه السيلف بوتنشال بالنسبه للممبرين. هسه هنا راح اوضحها اكثر، يعني راح نشوف يعني هسه تلاحظون بهذا المثال، تشوف انت عندك هذه الطبقه اخترقت باستخدام الحافره مثلا او بالحفر، وعندك هنا فريش ووتر، وعندك هنا هاي سالينيتي ووتر، هذا يعطيك المراحل مالتها، فشوف التفاعل شلون راح يصير. فهنا هذه الطبقه مثلا طبقه راح تكون شيل، وهنا شيل، وهنا راح تكون ساند بالنص اوكي. فاول تفاعل راح يصير عندي هو انتقال الكلورايد بالنسبه للمات فلتريت والار دبليو اللي هو الفورميشن ووتر. بالنسبه للصوديوم لا، راح يصير التفاعل وين هنا؟ التفاعل راح يصير على شكل لوب ويا الشيل نفسه، يعني كانما انتقال الصوديوم منها لهذه الطبقه اللي بيها شيل. فهنا ايضا راح تسبب لي شنو هنا؟ راح يصير عندي هو الممبرين بوتنشال، ويصير عندي هذا التفاعل. فهذه الفكره مالته بشكل اساسي، يعني هذين التفاعلات اثنيناتهم راح يكونوا الموجودات. واذا يعني راح تكون واحده من الشرط الاساسيه حتى يصير عندي السيلف بوتنشال، لازم عندي اختلاف تراكيز. وشرط ايضا حتى احصل انه الريفرنس مالتي او نقول الشيل بيز لاين، لازم يكون عندي منطقه بها شيل حتى يصير عندي الممبرين، يعني لازم عندي هذين التفاعلات اثنيناتهم واثنيناتهم موجودات حتى اقدر اشتغل بالاس بي لوج وابدي افسر على اساسه وابدي حسابات اللي ذكرناهن باول سلايد. زين، فعندي لو تلاحظون هاي الشروط اللي ذكرناها، انت لازم تكون عندك طرف تراكيز حتى يصير عندك هذا الشغل، وبنفس الوقت لازم يكون الطين اللي مستخدمه انت يكون كوندكتيف، يعني اذا استخدمت الاويل بيز ماد الاس بي لوج ما راح يشتغل، او اذا استخدمت الهواء بالحفر ايضا ما راح يشتغل الاس بي لوج، راح يكون انه هذا الفكره مالته اللي هي التفاعلات اللي ذكرناها ما راح تتحقق اصلا، فما راح تقدر تقرا اللي هو السبونتينيوس بوتنشال الاس بي. واضح؟ وياي؟ الو اي وياك دكتور. نعم دكتور. يعني دكتور. يعني هسه القراءه مال الاس بي اذا كانت صفر يعني عندي شيل، واذا كانت موجبه يعني فريش ووتر، واذا سالبه سولت ووتر هيك. لا 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 تخبط هيك، بس لحظه هاي شوف، احنا بدنا نحكي على تفاعلات، هسه شويه كونفيوجن الموضوع يصير بالنسبه لك اذا تاخذها بهالقاعده هاي، مو قاعده احنا بدنا نحكي، بس احنا بدنا نحكي انه خلينا نجيها وحده وحده، انه الشيل هنا اذا صار كان موجود الشيل راح يصير عندي ممبرين رياكشن اللي هي ممبرين بوتنشال اوكي. يعني نرجع لهنا على السلايد هذا او هذا السلايد اللي قبله، ممبرين سوري، الممبرين لازم يكون عندك شيل حتى شيء يصير عندك انتقال الايون بالنسبه للصوديوم، وبالنسبه اذا كان انت عندك تراكيز اطيان حفر يعني طين حفر والفورميشن ريستيفيتي ووتر يكون موجود ايضا يعني بسلنتي عالية، راح يصير عندك انتقال الكلورايد واللي هو نيجاتيف ساين، لان هنا انت راح نرجع الحاله الاولى، الحاله اللي هي هنا اذا كان عندك هنا لو كونسنتريشن بالنسبه للفريش ماد او فريش ووتر اللي مستخدم بالماد، راح يكون تركيزه اقل هنا السلنتي، وهنا تركيز عالي بالنسبه للفورميشن ووتر، راح ينتقل عندك اللي هو الكلورايد اللي هو تكون كايون هو شحنته سالبه اوكي، فهي تكون هي نيجاتيف ساين بالنسبه للكلورايد، وبالنسبه للصوديوم هو راح يكون هو بوزيتيف ساين بالنسبه للصوديوم هو كايون، فراح يصير عندك انتقال الصوديوم ويا المناطق المجاوره اللي هي تكون بها شيلي او كلي فورميشن اوكي او شيل فورميشن. زين، فهنا يصير ان تعدك اثنيناتهم بالمحصله التفاعلات اثنيناتها راح تصير، وراح تقرا قدام المنطقه احنا باللوج، هسه من نجي نحكي على اللوج هسه راح اشوف لكم اياها من اللوجات، انه راح يكون تعدك الريفرنس مالتك هو الشيل، فنسميه شيل بيز لاين، وهو يكون يقرا صفر كانما احنا بدنا ناخذه، هو راح نصفر الخط على اساسه، بس هو كبوتنشال لا موجود يعني كقيمه له، بده يقرا لك الانرجي مالته، بس احنا كريفرنس هو هذا الريفرنس مالتنا، بس الحاله النيجاتيف ساين بالنسبه لهذه الحاله راح اعتبرها نيجاتيف ساين بالنسبه للفورميشن،
بس اذا صارت الحاله عكسيه انه انا عندي هاي سالينيتي مد وهنا عندي فريش ووتر بالنسبه للفورميشن ووتر، راح يصير هنا الرياكشن مالتي بالنسبه للشيل راح تكون بوزيتيف. واضحه الفكره؟ وضحت يا دكتور. هسه راح توضح اكثر طبعا هذا الكلام، هسه من راح تشوف الفيجرز وراح تشوف التسجيلات نفسها راح تتوضح الفكره اكثر وراح نفتهم شنو قصتها. بس احنا هسه كشرط اساسي لازم نعرف انه حتى يصير عندي السبونتينيوس بوتنشال لازم يكون عندي بالاساس طين موصل، لازم يصير عندي اختلاف تراكيز، ولازم اكو منطقه تكون شيل، وهذني كلهن اذا تحققن راح اقدر او اقدر احقق او اقرا الاس بي لوج. وايضا يقول لك جنرالي يعني انه الاس بي هو يعطيك انديكيشن على وجود البيرمابيلتي، هي لو ما موجوده بيرمابيلتي ما يصير عندك انتقال ايونات من والى، صح لو لا، ويصير عندك هذا فرق الجهد. فلهذا الاس بي هو راح يكون يعني يعطيك انديكيشن على انه المنطقه هي تكون منطقه نفاذه. وطبعا هذا الملاحظه بالاحمر انا حكيتها وذكرت عنها الملاحظات الابدان الحفر وغيرها. شوف هسه هنا هذا الفيجر، هذا الفيجر لو تلاحظون خلينا نشوف هنا كانما طبعا الاس بي لوج هو الوحدات ما تش تتوقعون يا وحدات راح ناخذ اكيد وحدات بوتنشال اللي هي شنو هي فولت فولت عافيه، فهنا وحداته راح تكون ملي فولت. شوف انتبهوا لي على هذا الفيجر، هذا الفيجر راح يشوفك حالات، الحاله الاولى عندك لما الار ام اف تساوي الار دبليو، الحاله الثانيه لما يكون انت عندك الار ام اف اكثر من الار دبليو، معناها الار ام اف شيء يمثل طين موصل لو يعني غير موصل لما يكون الار ام اف اعلى موصل سوري فريش ووتر ها فريش مو فريش ووتر فريش ووتر عافيه، يعني معناه هو موصل بس توصيل مالته اقل من الار دبليو، كانما هنا هاي سالينيتي وهنا لو سالينيتي. اوكي هنا كانما فيري هاي سالينيتي وهنا لو سالينيتي. اوكي فيصير انت عندك الدفلكشن مال اس بي اعلى. شوف هنا هذا كانما بالنسبه للشيل راح يقرا خط مستقيم، اوكي، وبالنسبه لهذه المنطقه بما انه هو صار عندك هذا التفاعل راح يقرا لك السيلف بوتنشال هنا بهذه المنطقه اقل شوي، لان يعني تراكيز عندك تقريبا يعني مو نقول فرق عالي، بس من يصير عندك فرق كلش عالي ومنطقه طبعا سميكه هي هذه المنطقه، هذه منطقه تمثل شيل، هذه منطقه شيل، هذه المنطقه هنا ما صار عندي سيلف بوتنشال. ليش؟ لانه ما عندي اختلاف تراكيز، فما راح يعني ما نفاذ هاي المنطقه. نعم ما نفاذ هاي المنطقه غير نفاذ، لا مو شرط، مو شغله نفاذ او غير نفاذ، قد تكون مو شيل دكتور يعني هنا شيال. لا اسمح لي، هنا المنطقه كانما انت عندك شنو التراكيز شبيهه متساويه تقريبا، فما راح يصير عندك انتقال ايونات، فهو الجهاز فكرته يقرا لك نتيجة اختلاف الانتقال الايونات راح يتسبب لك فرق جهد، فهنا ما صار فرق جهد كانما. قد تكون غير نفاذة او قد تكون، بس هنا ده يعطيك هو الكونديشن قايل لك انه الار ما في سولك ار دبليو، فما عندك اختلاف بالكونستريشن. زين؟ هنا الحالة العكسية، فهنا هذا طبعا شوف مطيك الاشارة منها بوزيتيف ومنها نيجاتيف، وهو هذا الشيل بيز لاين خلينا نعتبره هو زيرو لاين بالنسبة لنا. فهنا من راح تقرا هذا اني كلن راح يقرا لك نيجاتيف بالملي فولت، بس هنا راح يقرا لك بوزيتيف، بس هنا شنو معناها الحاله ايش صار عندي؟ الار ام اف يعني بالعكس صارت الار دبليو فريش ووتر هنا، يعني السالينيتي بالنسبه للطين اللي هنا موجود خلينا نقول يعني السالينيتي بالنسبه للمود فلتريت راح تكون شبيهه اعلى من الار دبليو، يعني فلهذا تكون ريستيفيتي مالته قليله، وبالنسبه للووتر هنا ريستيفيتي بهذا النطاق قد تكون انه فريش ووتر بالفورميشن، فتكون المقاومه مالته شبيهه اعلى من الماد ريستيفيتي او ماد فلتريت ريستيفيتي. فلهذا هنا ايش راح يصير عندك هنا؟ راح يصير عندك شنو؟ راح يكون عندك البوزيتيف ديفلكشن بالنسبه للاس بي. واضح، فهذا الفرق بين النيجاتيف ديفلكشن وبين البوزيتيف ديفلكشن بالنسبه للار ام اف، يعني يا هو الاعلى ويا هو الاقل ويا هو تركيزه اكثر، يعني فان عم نشوف مقاومه اعلى معناها نقصد انه هنا تركيز الملح اقل، زين هناك تركيز الملح اعلى، فلهذا التوصيليه مالته عاليه المقاومه قليله، هي هيك الفكره مالتها. دكتور نعم بس الحاله الاخيره شلون صار تركيز يعني الار دبليو اعلى؟
شلون احنا شوف يقول لك قد يكون مو احنا الفورميشن باور، يعني المنطقه اللي انت تشتغل بها مو شرط انه يكون انت عندك الار دبليو ثابته او الفورميشن ووتر سالينيتي مالته ثابته. يعني انت ممكن تحفر بير راح تلقى منطقه بيها السالينيتي قليله، وممكن يعني بالنسبه للفورميشن ووتر اللي موجود بالمنطقه اللي انت تشتغل بيها، يعني ممكن هنا قد يكون انت عندك يعني مي عذب ما بي ملوحه اوكي بهذا الزون اللي انت تشوفه، وهنا ممكن انه تكون بهذا المنطقه انه هاي سلاين ووتر بالنسبه للفورميشن ووتر. فالار دبليو هنا معناها شبيهه متغيره مو ثابته خلال الفورميشن او خلال المقطع اللي انت مخترقه. واضح؟ تمام دكتوري. نعم تمام دكتور رفعت. اوكي زين. شوف هسه الفكره الثانيه انه من خلال هذني لون نرجع مره ثانيه على هذا الكيرفات مال اس بي لوج، راح تشوف انه هذه الديفلكشن مالتي الحدود مالته هذا ممكن شيء يترجم لي، يترجم لي سمك الطبقه نفسها اللي دا تشتغل بها والطبقه اللي احنا راح نقول نفاذه. فممكن انه لو تلاحظون هنا راح تشوف انه هذا راح يمثل لي سمك المنطقه اللي يعني اريد اشتغل عليها او اريد اسوي الانتربريتيشن اللي خاص بها. فهذه المنطقه ممكن انه احدد من عندها الديث ثيكنس واللي هو قصدنا به الجروس ريزيرفر ثيكنس. اوكي فهذا واحده من الطرق اللي تحدد لك المكان مالتك. يعني انت من تريد تبلش بالتفسير وين تختار، يا مكان تعدك لوجات خلال المقطع مال انترفال مال ويل لوج تريد تسوي بيه تفسير، فوين راح تلاحظ اول لوج راح تتابعه هو الاس بي لوج، بعدين نشوف الريسيفيتي، وبعدين نشوف بقيه البوروسيتي والى اخره. فهنا على اساسه انه ممكن من خلاله انا راح احدد المقطع مالتي ايش قد السمك مال المنطقه اللي انا اشتغل بيها. واضح؟ فانت من خلال هذا العمق، انت مثلا هذا العمق اذا نقول 3100 وهنا 3110، فمعناه ايش قد سمك الطبقه راح تكون هنا؟ يعني تقريبا 10 راح تصير، صح لو لا؟ 10 امتار. اوكي؟ اوكي. زين شوف هسه هنا الحاله الثانيه لما يكون انت عندك الار ام اف اعلى بهواي من الار دبليو، اكو القراءات بالنسبه للاس بي لوج راح نشوف هسه فد مصطلحات اللي راح تقرون خلال الليترتشر، راح تشوفون فد شيء اسمه اس اس بي او بي اس بي او اس بي، شنو الفرق بيناتهم؟ فنجي على اول وحده، يعني هنا شوف الفورميشن اللي بدنا نشتغل بها كانما ماخذ لك سمبل فورميشن اللي هي الشيل وساند، وقف شيء اسمه شيلي ساند، يعني هنا خبط بين الشيل والساند نفسه كطبقه، مو هي بيور ساند ولا هي بيور شيل، فراح نسميها شيلي ساند. ومن الدومين بها راح يكون بها الدومين هو الساند. اوكي واذا تقول ساندي شيل مثلا هنا راح يكون بها الدومين مالتك مثلا شنو اللي هو الشيل، والساند راح يكون هو ديسبيرس خلال هذه المنطقه. فهنا الشيلي ساند راح تشوف بالنسبه للمنطقه، تلاحظون هسه هذا الفيجر هسه انا بوزيتيف نيجاتيف بالنسبه للاس بي لوج، وهذا هو الشيل بيز لاين. دائما هم من تريد تشتغل اول فقره راح تسويها هو شنو تحدد الشيل بيز لاين. شوف هسه نرجع مره ثانيه على سوري، يعني اول نطاق هنا راح تشوف هذا اللوج كانه مال اس بي، اول شغله راح تسويها هو شو تسوي؟ تحدد الشيل بيز لاين، هذا الجر خط بقلم الرصاص احنا بنسويه بالحسابات على المنطقه اللي تكون هي هذه المنطقه فلات وسموث وما بها اي ديفلكشن، فهذا راح تعتبر لي هي منطقه الشيلي. اوكي فهذه راح تحددها، وبعدين من عندها راح تبدي تقرا تشوف ايش قد هنا، هذا منا لهنا شيء يمثل لك هسه اعلى قراءه بهذني اللوجات كلهن وهذني الديفلكشنز اللي موجوده خلال الويل بور، راح تشوفها هو هذا اعلى ديفلكشن المنطقه ثيك اند كلين ويت ساند، راح تكون هي هذه تمثل لك الستاتيك احنا نسميها سبونتينيوس بوتنشال. اوكي يعني اعلى قراءه راح تقدر تحصلها من الاس بي لوج، فهذه راح تفيدني، راح اشوف بيش راح تفيدني، بيش راح تفيدني بالحسابات اللي هي تحديد الشيل، لان المناطق اللي هي مثل هذه المنطقه خلينا نشوفها اللي هي بي اس بي، خلينا نشوف هنا ثيك شيلي ويت ساند، يعني هنا معناه شنو هاي المنطقه يعني خليط بين الشيل والساند، فالقراءة مالتك ما راح تكون قراءة عالية مثل هذه، لأن المنطقة تكون ملوثة بالشيل. فلهذا احنا راح شو نسميها بسيدو سبونتينيوس بوتنشال لوج. اوكي فهي شبه اس بي. اوكي ف
فهذه على اساسها ممكن انا اقدر من هذه ومن هذه احسب ايش قد نسبه الشيل كونتنت هنا. هسه هنا الشيل كونتنت يعتبر زيرو يعني كلين فورميشن يعني كلين ساند فما بي شيل، بينما هذا راح يكون اكو نسبه من الشيل ممكن احسبها اذا اخذ هذه القراءه، وهذه راح نشوف من خلال المعادله. هسه نشوفها واحد ناقص بي اس بي على اس اس بي على اس بي. زين بعد ايش عندي؟ شوف لما تكون عندي البيدز اللي اشتغل بها ثين سكشن راح تصير عندي القراءه مو فلات، راح تصير عندها سبايكي. اوكي هذه راح تكون وايضا مو يعني هاي بيك، راح تكون البيك مالتها قليل، فهذه المنطقه احنا راح نسميها اس بي. اوكي هذه ايضا هنا ثيك كلين، وهي طبعا ساند يعني ما بيها شيل، بس هي المشكله انه مشكله طلعت البرزنتيشن، بس خلينا نعدلها، بس قلنا مشكله طلعت البرزنتيشن. وقف يومكم برزنتيشن؟ نعم دكتور. نعم نعم دكتور واقف. اي بس حكينا المشكله هاي رجعت البرزنتيشن، ماكو مشكله عمي. اوكي رجعت؟ ده تشوفون؟ لا ايه حاليا بس رجعت. اوكي اوكي زين نرجع مره ثانيه نكمل. هسه قلنا الاس اس بي راح يمثل لك الثيك كلين وايت ساند، يعني راح يعطيك هاي بيك فلات ريدنج، راح تصير عندك ما عندك سبايكي بيها، راح تكون عندك فلات بالنسبه لها، وهاي سبايك ماكو سبايك بيها، فراح تكون انت عندك هاي امبليتيود. هنا بالمنطقه اللي تكون ثين ساند يعني ما بيها شيل راح يصير انت عندك سبايك واللو بيك بالنسبه لها، وبالنسبه لهذه المنطقه من تكون انت عندك ملوثه بالشيل راح نسميها بسيدو سبونتينيوس بوتنشال لوك. اوكي فشوف هاي المعادله هسه راح نشوفها. الاس اس بي راح تكون هي الكونستنت كي في لوغ ار ام اف اوفر ار دبليو ايكوفالنت. الكي هو راح يكون نطلع البرزنتيشن، الكي راح يكون انت عندك فانكشن للتمبريتشر. عارف شنو القصه، مهم. اوكي شوف هذه طبعا يطلع يعني دي يطلع لكم برزنتيشن يبين يومكم. نعم دكتور دي يطلع. اي موجود بس هاي ده قفر عندي بس ما اعرف، خلي اشوف شنو قصتها ما اعرف. عموما راح نشوف هسه هنا قلنا الكي راح يكون هو فانكشن للفورميشن تمبرتشر، هذا الكونستنت مالته التعريف مالته اللي هو 0.133 تي اف بلس 60، هذا طبعا بالوحدات الفهرنهايت. اوكي وراح نشوف بينهم تطبيقات من خلال الحسابات الار دبليو راح يفيدني هذا الاس اس بي، هو راح احتاجه حتى احسب الار دبليو. اوكي فهنا المعادله مالتي راح تكون هي معتمده بالاساس على المات فلتريت والار دبليو ايكوفالنت. يعني هنا اذا تتذكرون احنا اخذنا بالسلايدات السابقه او بالمحاضرات السابقه انه ليش اسميها ار دبليو ايكوفالنت، خب اقول ار دبليو يعني، بس هنا انت الطين المي المالح او المي اللي موجود بالفورميشن عاده ما يكون هو سمبلي بس ان اي سي ال، لا ممكن يكون ب ايونات اخرى مثل ما شفنا المغنيسيوم وبوتاسيوم والى اخره. فهنا لازم انا شو اسوي الكونستريشن مال المي، لازم اسوي ايكوفالنت يعني كلورايد اوف صوديوم او صوديوم كلورايد، بالنسبه له راح يكون كلوريد الصوديوم هو راح يكون يعني المي احنا مسوي كانما ايكوفالنت للكلوريد الصوديوم، واحنا بدنا نشتغل على اساسه يعني بينما اخذت هذيك التشكيله وجيت حولتها بالشارت وكانما اعتبرته هو هذا الايكوفالنت ووتر ريستيفيتي او فورميشن ووتر ريستيفيتي. واضحه الفكره لو مو واضحه؟ دكتور ولا اقاطعك مره، ارسلت لنا ورقه بها تراكيز الايونات قلت هاي تحولوها بعدين يعني على اساسها راح نحول؟ لا يعني هي هذه الفكره انه يعني انا اقول لك حتى الحكي كله من صار حسب السلايدات كانما انت عندك
فقط هذين الايونات الاثنين بدها تشتغل عليهم. وبالواقع انه المي اللي موجود اللي هو الفورميشن ووتر هو مو فقط صوديوم وكلورايد، ممكن في تراكيز اخرى. فلهذا حتى سهل المساله شو تسوي انت، كانما تحول هذنيك التراكيز تحولها بدلات الكلورايد والصوديوم وتشتغل على اساس. فاحنا نسميه كوفلنت ووتر، ريستيفيتي فورميشن ريستيفيتي ووتر. اوكي هاي الفكره مالته. بس هي عاده يعني ما راح تكون هيك بهالصعوبه، الا اجيب لك تراكيز ونبت على حول اياها كوفلنت ووتر وبعدين لا. ممكن انه كتطبيق انت تفتهم انه الماء المكمني هو عاده متكون من عده ايونات، يعني مو فقط كلور وصوديوم، ممكن بي معادن اخرى، او يعني ممكن تكون بي يعني هسه حتى هذا المي الاعتيادي للشربه ما يكون بي بالصوديوم كلورايد، عندك معادن اخرى اضافيه مكمله يحتاجها الجسم، صح لو لا؟ فاحنا حتى نبسط المساله شو نسوي؟ نسوي كوفلنت ونستخدم الشارت وندخل بهالحسابات اللي هي خاصه بالريستيفيتي اوف ووتر. اوكي هاي طبعا التفاعلات هنا على اساس الريستيفيتي اللي موجوده، وعندك شيل وساند بنفس الوقت. يعني لو تلاحظون هنا ما اعطيك اكثر من سيناريو، بس مثبت لك شنو مثبت لك الار ام المايد ريستيفيتي اللي هو واحد، بس الريستيفيتي بالنسبه للشيل هنا 10، هنا 10، هنا واحد، وهنا بالنسبه للار تي قد 10 ب 10، وهنا قال بالكيا الحاله زين. يعني هنا 10 ب 1 وهنا 10 ب 10 وهنا 1 ب 10. فذني اختلاف الريستيفيتي مالتك معناه ايش راح ياثر لك على شنو؟ على الاس بي كيرب. وراح تشوف هنا مثلا الانفليكشن بوينت راح تصير مثلا قريبه هي على الهاي ديفليكشن مالتك. اوكي هنا راح تكون اذا كانت هنا شوف تلاحظ الكاريستيفيتي متساويه راح تكون انت عندك وين هنا بالميد راح تصير عندك. اذا هنا لا بالعكس انه ريستيفيتي مال الشيل اقل وريستيفيتي مال الفورميشن راح تكون اعلى، فراح تكون الفليكشن مالتك وين راح يصير الانقلاب مال النقطه هنا. فهذه الفكره مالتهم، يعني هذه تفيد طبعا بالديبوزيشن وتفيد على اساس انه تعرف وين الشيل وين الساند، هاي كاليثولوجي ديتكشن بالنسبه للحسابات مالتنا. بس احنا خلينا نشوف هسه بقيه الحسابات اللي راح نشوفها. شوف الاس بي حاله حال بقيه اللوجات ايضا يتاثر بعده متغيرات. وحده من المؤثرات الاساسيه هي البث ثيكنس، ايضا مثل ما شفنا بالمثال السابق الهاي ريستيفيتي ايضا راح تقلل لي ريديوس ذا ديفليكشن. الشيل كونتنت ايش قد موجود شيل بالمنطقه اللي انت تشتغل بيها، يعني ما عندك بيور فورميشن وهذا بالواقع هو الحقيقي، يعني ما عندك انت طبقه بيور ساند او بيور لايم او بيور مثلا دولومايت، لا ممكن تكون يعني ميكست يعني بين هذني. عندك ايضا اذا كان عندك هيدروكربون موجود راح ياثر لي على قراءات الاس بي لوج، واضح. وعندك ايضا انه مثل ما بس بالحسابات ما راح اقدر يعني اقدر احسب من الاس بي مباشره احسب الساتوريشن مال الهيدروكربون، ممكن كواليتيتفلي احسبها يعني فد شيء انه تخميني او فد شيء نوعي انه يحدد لك هاي ضارب الاعتماد على الار دبليو اللي انت راح تحسبها. الشيء الاخر احنا الار ام اف من يقول لك الريشيو ار ام اف تو ار دبليو هذه راح تاثر، هذا هو هذا المؤثر الحقيقي يعني بالنسبه للاس بي لوج. هنا الار ام اف هي فانكشن للسالينيتي بالنسبه لل نقول عليه الدومين فيز اللي هو موجود اللي موجوده عندك. الديسبرشن فيز هو راح يكون عندك الدومين فيز هو الووتر او الاويل او حسب انه تمين مسوي الطين. وبالنسبه للووتر ايضا هنا راح يكون هو السالينيتي اللي موجوده به تراكيز الاملاح اللي موجوده بها راح تاثر لي ايضا على هذه الريشيو، وراح تاثر بالتالي على الاس بي لوج وراح تعطيني القراءات اللي احنا شفناها وذكرناها بالامثله السابقه. شوف هنا مثال على البث ثيكنس واختلافها، كل ما تكون انت عندك مناطق ثين سكشن راح تكون القراءات مثل ما شفنا انه راح تكون انت عندك على شكل سبايك، يعني هنا ما راح تصير عندك هاي ديفليكشن ولا سموث فلات. يعني هسه هنا عندك هاي يعني راح تلاحظ هنا الار تي هنا راح تسوي لك ار ام، وهنا راح تسوي لك ار تي 6 ار ام، والار تي راح تصير اكثر من عندها ب 21 مره الى 101 مره. وشوف كل وحده الديفليكشن مالتك هنا راح تاثر كاريستيفيتي بالمنطقه اللي تشتغل بها وك نطاق اللي هو اللي ايش قد تسمك الطبقه اللي تشتغل بها، واضح. فهنا مثلا راح تشوف بهذه المنطقه راح تشوف عندك فيري هاي وفيري سموث فلات.
بالنسبه للاس بي لا هنا راح يصير عندك كيربتشر بها اكثر، هنا راح تكون اكثر كيربتشر، وهنا راح يصير عندك ايضا التحدب مالتها اكثر زين، او الكيربات مالتها راح يصير اكثر، بس راح تصير عندك اقل من السابقات بالاعتماد على الار تي والاعتماد على الار ام اذا تشغل بها. وايضا هنا لو تلاحظون هذه الثين سكشن راح تكون ممكن تحسسها قليل، مو مثل ما تكون عندك منطقه تكون ثيك زون وتكون كلين زون. هنا المنطقه راح تكون بها التغير بها على اساس انه الفورميشن اللي موجود هنا شنو، يعني هنا عندي مثلا ساند، هنا عندي ساند، هذا ساند، هنا راح تكون انت عندك ميكست يعني كفورميشن. شوف هنا عندك سلايد ساند ضمن هذا الشيل، اوكي، فهنا القراءات ما تعدك فيري سلايس بالنسبه للساند وذين ذا شيل، اوكي، فراح تصير تعدك تحسسه جدا قليل وما تقدر تقراها بشكل صحيح. زين هسه نجي على الحسابات اللي تتعلق او التصحيحات بالنسبه للبيت ثيكنس، هذا طبعا حاله حال الريستيفيتي، راح تشوف ان هم لها تشارتات خاصه بالتصحيح. فهذا التشارت اللي هو راح تلاحظون كلش بسيط، يعني الحسابات ما تسع اشرح لكم اياه، يعني تحتاج بي ار اي وار ام حتى تدخل وتخلي وتحصل على فد شيء اسمه اس بي كوركشن فاكتور. وهذا الاس بي كوركشن فاكتور لما تكون عندك منطقه كل ما تقل الثيكنس مال المنطقه اللي تشتغل بها راح تحتاج الى كوركشن فاكتور بحيث يزيد لك قيمه الاس بي تنضرب به حتى تطلع لك قيمه الاس بي الحقيقيه حتى توصل للاس اس بي اللي هو راح يدخل لك حسابات الار دبليو. فتلاحظون هسه هنا الشارت، خلينا نشوف فد شيء اوضح، هذا الشارت واضح بالنسبه لكم مو هنا؟ شارت واضح هذا؟ نعم دكتور واضح. اوكي هذا الشارت شوف هنا راح تلاحظ بالفيرتيكال اكسس هذا راح يمثل لك البث ثيكنس زين، الوحدات مالته بالفيت، اوكي، عندك هذني الكيربات اللي موجوده هنا راح تمثل لك نسبه الار اي على الار ام، الار اي هي راح تكون من الشالو ريستيفيتي اللي هي ال ال اس اي ال اس الى اخره، هذني راح تكون هي هاي قيمه الار اي، وعندك الماد ريستيفيتي هي ايضا زين راح تكون بس لحظه شباب خلني بس اجاوب التليفون وارجع لكم ثواني. اوكي شباب نرجع على هذا الكيرب، تسمعوني؟ الو دكتور. اوكي هذا عندك الشارت راح يمثل، خليه بس احول البوينتر حتى نقدر نشرحها. هنا انا عندي البث ثيكنس راح تشوف بوحدات الاقدام، اوكي القدم، وعندي هنا هذه الكيرفات هي الار اي على الار ام، وعندي بعدين راح احصل على شيء اسمه اس بي كوركشن فاكتور، اوكي، وهذا طبعا تكمل الشارت. ممكن انه بعد ما احصل هذا الاس بي كوركشن فاكتور اذا كان انا عندي البث ثيكنس هسه هنا هذا بهذا المثال معطيك اياه 8 وطلعت لك النسبه مال ار اي على الار ام هي 50، فراح يختار هذا الكيرف فيقاطع ويا الكيرف ويجي يقرا الاس بي كوركشن اللي هو هنا يطلع لك تقريبا 1.4 او 1.4 تقريبا، هنا راح تضربه بيش بالاس بي هي نفسها قيمه الاس بي وراح يطلع لك قيمه الاس اس بي. او ممكن هنا تدخل على هذا الاس بي لوجو هاي كانما هو الضرب، عمليه الضرب تدخل بالاس بي هي كقيمه مثلا 50 ويدخل لك ويا البوينت 4 ويتقاطع يحصل لك الاس اس بي، يعني كتكمل للتشارت او تكمل معادله حسب الحاله. واضح هذا يعني ما في مشكله مو؟ يعني لو استخدم المعادله لو تشارت حتى اطلع الاس اس بي؟ هو لا التشارت التكمله مال التشارت هذا، انت اول تاي لازم تطلع الاس بي كوركشن فاكتور، اوكي،
فالاس بي كوركشن فاكتور مين انت عندك بثكنس وعندك الار اي اوفر ار ام حتى تطلع شنو الاس بي كوركشن فاكتور اللي هو هذا. اذا طلع عندك هسه انا مثلا طلع 1.4 وعندك الاس بي 50 فتضرب 1.4 في 50 تطلع لك الاس اس بي، او تجي تكمل بهذا يا اما تستخدم المعادله او تكمل هذا الجزء من الشارت وتجي تحسب من عنده الاس اس بي. واضحه مو؟ ايوه زين. هذا مثال هو نفسه احنا هنا ماخذيه، فهنا طلعت له مثلا عند الار ام مطيك لها قيمه ومطيك الار اي ايضا 0.94 الار ام ار اي 34 فيطلع لك 36. هنا طلع الاس بي كوركشن فاكتور من خلال هذا الشارت هنا طاطع حصل على 1.3، وعندك الاس بي هو اصلا ايش قد ناقص 45 فضربه بها تطلع لك ايش قد ماينس 59. بس خلينا نرجع على الفيجر هنا، هذا الفيجر اللي هو خاص بالاس بي لوج. اول فقره ايش راح اسوي هنا؟ راح اجر خط اللي هو الشيل بيز لاين. نشوف هنا اقدر اجر خط يعني هذا الشيل بيز لاين. شنو الخط هذا؟ دكتور اذا تختار شيء من فوق يعني تعدل على الاحسن يطلع لك خط مستقيم، يعني اذا تختار خط مستقيم من فوق اي يعني خلي المسطره هنا تحددها وهذا الخط. بس انا يعني الفكره وين؟ شوف الفكره هنا راح احدد اول شيء هذا الثكنس مال هذه المنطقه، يعني هنا تقريبا هي واقع بين من عده 7442 الى 7450، فهنا من تجي تقرا تطلع لك 8 تقريبا 8 قدم. زين الاس بي كقيمه شلون راح تقراها؟ من تجر هذا الخط وتمشيه هو هذا كشيل بيز لاين، انت هنا راح يكون عندك كل تدريجه من هذا راح يمثل لك 20، فراح تشوف انه يطلع لك ايش قد كم خط، راح يطلع لك خطين ونص، فمعناه ايش قد خطين ونص من تضربه في 20 راح تطلع لك 45 صح لو لا؟ ال 21 اي ال 21 هذا معطيك اياه هنا دائما تباوع هنا ما يعطيك سكيل كامل، لا يعطيك بلس ماينس وش قد هنا 20، فهنا عندك نيجاتيف ديفلكشن، فعلى اساسه من تجر الخط هنا راح يطلع لك تقريبا خطين وشويه يعني خطين ونص، من تجي تضربها في 2.5 في هذا ال 20 تطلع لك تقريبا بال 45 او فد شيء من هالقبيل، يعني هنا حسب يعني ما اعطيك فد شيء رفلي يعني قالنا ما، بس حتى تعرف منين جت قيمه الاس بي اللي هو هنا اخذها 45 ماينس 45. واضح؟ واضح دكتور. هذا الشارت اللي شنو دا يمثل اللي يمه؟ هو نفس هذا الشارت اللي اشتغلنا به، نفس هذا الشارت اللي هنا اخذناه. هذا الشارت نفسه. لا لا هذا اللي بصفحه. هذا؟ لا لا اللي بالنص. هذا كوندكتيفيتي، هذا مو شارت، هذا لوج. انا هسه بدي اتعامل لوج لوج اي هذا لوج، وهذا اللوج مالتك التراك الاول التراك الثاني هنا طبعا تراكات اثنين، هذا التراك اللي خاص بالريستيفيتي شورت نورمال اللي هو 16 والاندكشن لوج، هذا اندكشن لوج اللي هو راح تسوي اذا تقول وتطلع لك هي هاي الريستيفيتي اللي هنا. اوكي فهذا راح يمثل لك الكوندكتيفيتي التوصيليه وهذا راح يمثل لك اللي هو الريستيفيتي، هو نفس يعني نفس اللوج نفسه هو. دكتور نعم مرة قرأت بأحد الفيديوهات اللي دزيتها إنه الاس بي يكون هو مرآة يعني انعكاس للجزء الأيمن من اللوج، بس هو لو هم اكو لوجات تصير يعني كقراءة يعني شلون انعكاس؟ يعني دكتور شلون هذا مخلي عليه البوينتر الأحمر يعني هذا انعكاسه على هذه الجهة يعني حتى بالمكان اللي يكون بديفليكشن وأيضا هنا يكون بالمكان نفسه بس على الجهة الثانية يعني. لا 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 ماكو هيك شيء تغير بير يعني نفس الشيء تقريبا. لا لا ماكو هيك شيء ماكو هيك شيء باوع هي تصير هاي الحاله كانما احنا دا يقول لك انه هنا اكو فد انطباق يعني هاي فد شيء حاله مثاليه يعني سيد اشوفك لوجات ما لها علاقه يعني، بس هنا يقول لك لانه هاي منطقه نفاذه واكيد هنا انت عندك ريستيفيتي وبدا تقرا لك الريستيفيتي قدام هذه المنطقه. بس لحظه بده يطلع كل ساعه البرزنتيشن. طلع عندكم البرزنتيشن؟ طلع من يمكم؟ طلع اي راس دكتور طلع ما اعرف شو السبب. كبيرة دكتور بعد رفرمته. لا الحاسب بدلت لها حتى الهارد بدلته سويته اس اس دي، بس هاي انا مسوي شيرنج سكرين بال
على السكرين الثانية عندي، فسويت لك هاي الجرافيكس مثقل حاسبه. عموما مو فد مشكلة. زين نرجع لهنا. هنا نرجع على الحالة هذه، شوف هنا يعني انت عندك هذه المنطقة تكون نفاذة، هسه هاي المنطقة فلات صحيح ما بها أي حركة، وهنا شيل، والشيل مالته قليلة الريستيفيتي. فهنا ممكن انه يكون انت عندك هيدروكربون، فلهذا صار انت عندك شنو الريستيفيتي مالتك قرفت شي عالي. ممكن اذا كانت عندك ووتر هنا ما راح يصير انه الانعكاس مالته، لا ممكن يصير اقل بالنسبه للريستيفيتي. واضح هسه شلون؟ هسه مثلا هذه المنطقه هنا صحيح شويه الدفلكشن مالته قد يكون هنا انت عندك الاس بي مالته قرفت شي، بس هي هنا تكون منطقه مائيه، بس هي مو ثيك، راح تكون فيري سوفت او ثين فورميشن. واضح؟ بس هذا مو دليل انه دائما اذا كانت عندك ديفلكشن هنا يجي فد شيء عكسه هنا بالمقابل بالنسبه للريستيفيتي. واضح؟ بس طبعا. ممكن انه الاس بي ويا الجاما راي اثنينات، الجاما راي هي انديكيشن للراديو اكتيف ماتيريال والشيل، فممكن انه يصير نفس الديفلكشن ويا الجاما راي. وهسه نشوف يعني بالامثله هي دكتور يعني من تطلع اللوج يطلع كل اللوجات احتمال واحده منهم خطا، فاحنا ما يصير نعتمد بس على اثنين، مو صح؟ ومحمد محمد مو اي نعم، يعني شنو يطلع عن يطلع منه يعني واحد؟ يعني مثلا هنا هسه اذا نريد نعتمد انه هاي لان قراءتين مال لوجين يصير نعتمد عليه لو غير عندنا باقي اللوجات حتى نكون فد كورليشن بيناتهم؟ لا هاي باوح، هو كأمثلة هسه احنا لغرض التعلم احنا ايش ناخذ ستيب باي ستيب. هي صحيح انت المفروض احنا كل اللوجات نفرشها ونقعد نفسر وحسب الترند اللي هو تمشي عليه وحسب اللي هي فيزيك برنسبل لكل جهاز، المفروض انت من تجي تحطهن سويه تجي تسوي انتربريتيشن يلا تطلع بقرار. بس احنا هنا لغرض التعلم ناخذ هسه ناخذ جهاز جهاز بشكل معزلي وناخذن او اثنين سوى ونجي نقرا ونسوي التفسيرات اللي نقدر نسويها. بس هي اوكي يعني صحيح، هي المفروض احنا تكون عندنا كل الاجهزه تقرا بنفس الوقت، فلهذا انا يعني ما اعتمد على جهاز واحد، لازم شو اسوي؟ اخذ بقيه الاجهزه حتى تاكد لي او تعطيني يقين انه هذا اللي انا يعني افسره في شيء صحيح. فانا ما اعتمد فقط على جهاز واحد، يعني احتاج اكثر من جهاز وافسر. مرات اذني الكونفشنال لوج يعني ما نمشي عليه، ننزل في شيء ادفانس اوكي، لان اكو حالات انه ممكن الاجهزه ما تقرا عندي كلهن، اذا يعني منزلهن ما راح تفيدني ولا تخدمني، يعني تطلع لي حاله مو هي الحاله اللي انا اتوقع. مثل منطقه افسر اقول هاي منطقه ما هي، بس من اجي عليها انزل برودكشن لوج او انزل بي ال تي تجي تقيس لي تقرا لي تقول لي لا هذه منطقه نفطيه، فاحتاج هنا الى ادفانس تول او ادفانس يعني لوجينج حتى اجي اشوف شنو اللي دا يصير هنا، ليش هنا تاثرت الاجهزه مالتي ما قرات وما اشتغلت بشكل صحيح او وطتني شيء متوقع. زين هسه هنا شوف هذا المثال او هذا السلايد راح يبين لك شلون تحسب الشيل كونتنت. مثل ما ذكرنا عندنا الفي شيل راح شو يسوي لي؟ واحد ماينس بي اس بي اللي هي بسيدو سبونتينيوس بوتنشال لوج اوفر ستاتيك سبونتينيوس بوتنشال لوج. فهنا هذه المعادله او هذه السمبل كورليشن ممكن تحسب لي الشيل كونتنت او البي شيل بالنسبه للمنطقه اللي اشتغل بها، يعني ما بها فد شيء. احنا حسب ما شفنا بالسلايدات السابقه عرفنا انه شنو الفرق بين البي اس بي وبين الاس اس بي وبين الاس بي نفسها. فهنا هذا هم هنا نفس الكلام، فما راح ارجع اكرره، يعني ما يحتاج اكرر لان الصوره واضحه بالنسبه لنا. اوكي ريدنج اس بي لوج، شوف هسه هذا هم فد شيء مهم انه انا يعني شلون اقرا الاس بي لوج. انا يعني صح حكيت فد شيء مقتضب عنها، بس هنا لازم شو اسوي حتى اجي افسر؟ امشي اتبع خطوات صحيحه وخطوات واضحه حتى امشي عليها وابدي اخذ قراراتي بشكل مضبوط وابدي احسب الحسابات اللي تتعلق بالموضوع اللي انا يعني اريد افسره. فهسه هنا مثلا اول فقره انت تريد تسويها بالانتربريتيشن جول انه تحدد لك الريزيفر من النون ريزيفر. فاحنا شفنا هسه مثلا هنا لو نلاحظ بهذا التراك، خلي بس احاول البوينتر، هو من ناحيه البوينتر راح يضرب. شوفوا بهذا التراك هسه هنا راح نشوف عندي من احدد المنطقه. هسه انت برايكم انا راح امشي وقولوا لي هذه المنطقه شو تمثل؟ هسه هاي المنطقه شو تمثل؟ هاي شيل شيل يعني ريزيفر نو نون ريزيفر؟ لا نون ريزيفر يعني هذه المنطقه لا، هنا صار سبريشن فاكو برمابلتي يعني
ممتاز. وهنا هنا اكو مات كيك اعتقد. لا هسه احنا بدنا نحكي على اس بي صحيح. هنا هسه كاس بي لوج هنا هسه نعتبرها ريزبر لو نون ريزبر ريزرفوار. هذه لا اللي فوقها ريزرفوار بس اللي جواها لا رجعت شيل هاي انطبقت على احسن احسن شغله اسويها اول فقره احدد حتى احدد ان الريزبر من الريزبر اول شيء شو اسوي امد الخط الوهمي اللي هو يمثل لي شنو الشيل بيز لاين تمام هذا راح يمثل لي انه خلاص انا يعني حددت هاي المناطق كل كيرف يتقاطع ويا هذا الخط اللي انا رسمته راح يمثل لي النون ريزيفر. البقيه انا عندي اشتباه بيها لازم افسر اجي احسب اشوف شنو هاي المنطقه ايش قد نسبه الشيل بيها. هاي الخطوه الثانيه زين باعتبار ارجع على الكورليشن اللي هو الفي شيل يساوي 1 ماينس بي اس بي اوفر اس اس بي. ف الملاحظة الثانية انه حتى احددهن لازم اجي احسب نسبة الشيل ايش قد حتى اخذ قرار الصحيح. اقول انه هسه هذا ما منتهي من عنده ما طول هو على الشيل بيز لاين راح يقرا صفر لان هو هنا ايش يمثل لك هو الشيل كونتنت يعني 100% انه شيل فورميشن زين. بس هنا راح تكون لا نسبة بالشيل ايش قد نسبتها. هنا ايضا راح اجي ابغى عليها اشوف ايش قد نسبة الشيل من خلال اقرا الاس بي ايش قد هنا واقسم على الاس اس بي ويعطيني هل هو كلين فورميشن او شيل فورميشن. طبعا هنا هسه من اللوج هو هذا راح يمثل لك الاس اس بي لان هو هذا اعلى قراءه. فاذا ارجع على هذه المعادله اس اس بي على اس اس بي راح يصير انت عندك هذا واحد كانما واحد ويا واحد يطير فيصير البي شيل هنا كانما شنو؟ صفر صفر. فهنا هذه راح تمثل لي المنطقه هذه راح تمثل لي كلين فورميشن. هذه المناطق لا راح تكون تعطيني نسبه من الشيل يعني انها البي اس بي راح اقراها واقسمها على الاس اس بي هذه راح تعطيني ايش قد الشيل كونتنت. زين الخطوه اللي بعدها ايش راح اسوي؟ احسب الريستيفيتي اوف فورميشن ووتر او ووتر فورميشن ووتر ريستيفيتي اوكي ار دبليو. فالار دبليو هسه راح نشوف حساباتها لان بها تشارتات وبها حسابات. فهذه همين وين راح اختار الار دبليو؟ لازم اروح على منطقه اشوفها سميكة تقرا لي هاي اس اس بي يعني تقرا لي اس اس بي يعني اللي هي ستاتيك سبونتينيوس بوتنشال وبنفس الوقت اباوع على الريستيفيتي اللي قبالها اشوف الريستيفيتي عاليه لو قليله حتى اقرر انه هل هي هذه منطقه هيدروكربونيه. فهنا القراءه ما راح اقدر يعني احسب بها الار دبليو صح لو لا. ليش؟ لان منطقه هيدروكربونيه لازم تكون منطقه كلين وتكون ووتر بيرنج بنفس الوقت. فهنا باو على اقل ريستيفيتي مثلا هنا واضح هاي راح تمثل لي هي المنطقه او المنطقه المائيه هاي ريستيفيتي مالتي اوكي وابدي اسوي الحسابات اللي تتعلق بها واحسب الار دبليو. الديبوزيشنال انفايرمنت همينا هذا بعدين راح نحكي عنه. الكورليشن فروم ويل تو ويل هم بعدين راح نحكي عنه فخليه هنا هسه ما راح اذكره. زين يتحرك عندكم سلايد شو يعني جمد هذا؟ لا لا ما يتحرك بس اكو حركه مال ماوس يعني هاي اليوم شو اطلع ابو اوكي خلينا نبدي منه بعد ما نطلع البوينتر لان هو البوينتر المشكله. زين شوف هسه الجروس ليثولوجي يعني هسه احنا هاي حددناها انه حكينا عنهن قلنا انه المناطق هذني راح تمثل لي هي قد تكون انه الريزيفر زون فلازم احسب ايش قد نسبه الشيل بيها واصحح الشيل حتى على اساس ابدي اصحح واطلع هذا الشيل اللي موجود. فهذني المكانات اللي يشتبه بهن انه تكون مناطق او نطاق مكمنيه اللي راح يشتغل عليها. فهنا هذا طبعا راح اخليه هوم ورك عليكم كواليتيتفلي انه تحسب مثلا تاخذ هذه هنا هذا الحد مالته وينتهي مثلا هذا الحد، الحد هو الشيل بيز لاين مالتك اذا تجر خط وتشوف ايش قد سمك هذه المنطقه. هذه المنطقه ايش قد سمكها منا الحد هنا. انا طبعا ما عندي بوينتر عندي احكي كانه ما تشوفون بس خلينا نرجع البوينتر حتى لو تفصل. خلينا نرجع هنا، هسه هذه المنطقه نشوفها ايش قد منا لهنا ايش قد سمكها. وهذه المنطقة أيضا كهوم وورك عليكم شوفوا لياها ايش قد سمكها وهي طبعا هم راح نشوفها خلال السلايد. وهذه المنطقة طبعا صح هي مو سميكة بس راح نصحح لها لازم المفروض. وهذه المنطقة اللي هي هذه
اوكي هاي خلصنا من عندها. ايضا راح ترجع هسه على نفس هذا المثال، اول المثال نفسه كل ساعه يتكرر عندي، راح اجي احسب البي اس بي ايش قد يعني بهذه المنطقه، لازم هذا الشيل بيز لاين مالتي، واقرا اشوف هنا كم وحده هنا متكئه على اس بي، متكئه ماينس 20 المفروض مو مو لو مو مو دكتور الأرقام ما مبينة أصلاً بعيدة هذا التدريجات. هذا شوف هذا المثال موجود بكتاب اللي هو مال بيسك ويل لوج اناليسيس، هذا اللي دزيتكم اياه مو بالزكي بس يونيو، مال جورج، كتاب جورج موجود به هذا المثال، راح تشوفون يعني كصوره اوضح من عنده. فهنا راح تجي تقرا من هذا النطاق، طبعا هنا الفكره مالته اذا تريد تقرا همينه كانما اكو خط ثاني وهمي تقدر تسويه وتاخذ الافرج، احنا راح نسميه ساند بيز لاين، هذا ايضا الساند بيز لاين. هو هذا اللي نعتمده بالاس اس بي؟ هو هذا طبعا المفروض يعني المفروض تعتمدوه بالاس اس بي. يعني الافرج نعتمد مو على شيء، ها؟ يعني هذا نعتمد الافرج لو هذا على على شيء. النقاط اللي يمر بهن. اوكي هو هذا، فمنا لهنا ايش قد راح تكون انت عندك القيمه مالتك؟ هي هاي راح تمثل لك الاس اس بي. اوكي فهاي طبعا معطيك هو الخطوات مالتك، وتجي تحسب البي شيل من هذه الخطوه الثانيه. هسه الخطوه الجديده اللي ما شفناها انه شلون تجي تحسب الار دبليو. الار دبليو هي راح نختار، انا يعني بالنسبه لي اختار هذه المنطقه واجي اشتغل عليها، هي بي هاي اس اس بي. اوكي راح اجي عند هذا العمق شو احصل؟ احصل اول شيء عندي لازم يعطيني التوتال ديبث، ولازم يعطيني التمبرتشر ات توتال ديبث، زين، وعندي هذا الديف راح اطلع شنو الجيوثيرمال جريدينت، ومن عندها راح شو احسب؟ احسب الفورميشن تمبرتشر عند هذا العمق. طبعا هي المفروض عندك انت سيرفيس تمبرتشر، سوري المفروض سيرفيس تمبرتشر، وعندك البوتوم هول تمبرتشر والديف اوف بوتوم هول اللي هو انت عند البوتوم هول تمبرتشر، راح تحصل عنده الجيوثيرمال جريدينت. بعدين راح ترجع تريد تطبق الفور البوتوم هول او السيرفس نفس الشيء، فراح تختار مثلا سيرفس تمبرتشر ويا الجيوثيرمال جريدينت ويا العمق اللي انت تريد تشتغل بيه، وراح شو تسوي؟ تقرا او تحسب الفورميشن تمبرتشر، لان هاي مهمه حتى تدخل وين تحسب من عندها كي. من حسبت كي راح شو تسوي؟ كانما هذا طبعا بدنا نحكي هسه مو تشارت، بدنا نحكي معادله، ممكن تحسب بالمعادله ممكن ترجع للتشارت. فوراها ايش راح تسوي؟ راح اصحح الفورم المادرسيفيتي اللي هي متكئه عند حراره السطح، راح اصححها عند من عند الفورميشن تمبرتشر. اوكي وراح ادخلها بهذه المعادله، فراح يطلع عندك شنو المجهول هنا المتبقي؟ الار دبليو اكوفلنت اكوفلنت فورميشن واتر ريسيفيتي. اوكي اللي راح يكون انت عندك مجهول هو هذا، واضح؟ هذا الكي انت حسبته من الفورميشن تمبرتشر، وهذا عندك الار ام اف صححته عند الفورميشن تمبرتشر، والاس اس بي اصلا انت قريته قدام المنطقه اللي انت تشتغل بها، والكي انت حسبته، فيبقى عندك شنو المجهول؟ يبقى عندك الار دبليو اكوفلنت. هاي اذا تريد تشتغل على المعادله. زين فعندك تريد ترجع على الشارت، على الشارت ممكن مباشره انت عندك الاس اس بي عفوا عندك الاس اس بي، وعندك هذني الخطوط تمثل لك التمبرتشر مال فورميشن تمبرتشر والمنطقه اللي تبي تشتغل بها، فراح تقاطع الاس اس بي ويا الفورميشن تمبرتشر حسب وحداته، وتجي تقرا مباشره الار ام اف على الار دبليو ايكوفلنت، وتحول يعني انت عندك الار ام اف مصحح عند الفورميشن تمبرتشر، راح تطلع الار دبليو ايكوفلنت، وراها راح تجي تحول من الايكوفلنت الار دبليو الى ار دبليو الاعتياديه كانما هي الفورميشن تمبرتش الفورميشن ووتر ريسبتي، فراح ايضا تجي تدخل بالشارت الثاني تقاطع هويه التمبرتشر مالتك، زين، وتجي تقرا قدامها الار دبليو. واضح هذا لو لا؟ الو دكتور نطبقه ونشوف، عود نطبقه ونشوف واضح، ما بس بيشي هو يعني تقريبا ما بيشي. يعني ما بي فد شيء او ما بي لحد الان يعني تطبيق مباشر، ما بي اي فرق. طبعا هي هاي الطريقه اللي احكي لكم اياها، من راح تجون تقرون بالمصادر
راح تشوفون اكو طريقه شلمبرجر يحط لك كونديشن، اذا كانت الار ام اف عند هذه الحراره لها فد شيء، تروح تحسب حسابات بالطريقه، اذا كانت لا تروح فد شيء ثاني. هسه انا اعطيتكم هاي الطريقه المباشره، بعدين راح شو اسوي؟ اطلع لكم هاي طريقه شلمبرجر بها كونديشن، بها يعني انه حسابات تتعلق بالكونديشن وتشتغل على اساسها. فخلينا نطبق هسه هذه مباشره مثل ما موجوده بكتاب هاي جورج، موجوده نفسها تشتغلون عليها. فهنا يعني نفس هذا الحكي حكيناه ما راح نكرره، هذا هم يعني مطيك الاستيميت اوف ووتر، يعني مطيك كل المعلومات اللي تحتاجها، ويقول لك احسب لي ايدنتيفاي اي بي سي اون ويتش لوج كلين ويت اند ثيرمابول ايدنتيفاي ذا زون، هاي لازم تجاوب عليه، ولو هنا مطي الاجابه المفروض امسحها. زين بس يلا راح ابقيها. اس بي ايش قد عد الماكسيمم ديفلكشن اللي هو ناقص 85، ويا عمق لازم تحدد العمق مالته. زين هذا هم يعني مكرر الستايد المفروض يعني امسحها. ف هذه الاستيبات يعني مطيك اياها، هن الاستيبات اللي تمشي عليها، يعني عندك الاستيب الاول تحدد المناطق، والاستيب الثاني يعني مو مكرر اسف، وعندك الاستيب الثالث تحسب الفورميشن تمبرتشر، وراها صحح الار ام اف عند الفورميشن تمبرتشر، بعدها راح تحسب الار ام اف على الار دبليو، وراها تحسب الار دبليو يوزنج ذا تشارت اللي هو الشارتات اللي ذكرناها. بقى عندي القبل الاخير اللي هو تحديد الديبوزيشنال، هاي طبعا ما راح ادخل بتفاصيلها لان هذه قضايا هي جيولوجيه، وانه ريجريشن وترانسجريشن وما اعرف ايش، عن شلون صارت البيئه الترسيبيه منطقة الجيولوجية، وقدامها ايش راح يقرا الاس بي، وشون راح يكون طبيعة الدفلكشن مالته. فهذه كلهن شوف هسه هنا الاس بي من يصير هذا الفيجر مالته راح يكون لك هذا الريجريشن، ما اعرف شنو هذه اللي البيئة الترسيبية اللي صارت. زين ترانسجريشن هاي بالنسبة للحالة تصير بالعكس كأنه مقلوب مالتها او عكسها الحالة اللي دا تشوفها، وطبعا تورباديت والدلتا تيك وما اعرف شنو، المهم هذني سوالف جيولوجيا حتى ما اشتغل بيها. زين بقى عندي الجزء الاخير اللي هو الكورليشن. الكورليشن لحظه ايش المفروض يطلع، خلينا نشوفه وين، نشوفكم الفيجر هذا ونحكي عليه مال الكورليشن، وهو هذا اخر سلايد. هذا الكورليشن المقصود، شايفين انتم الكورليشن سابقا لو لا؟ انا شايفه بالنسبه لي هسه نايمين لو عارفين تليفوناتهم، بس انت تجاوبني محمد يلا. مشكله اول مره، لا اول مره، اول مره والبقيه اول مره دكتور بالاداره المكمنه هواي يسوونه. اي هذا شوف الكورليشن خلنا اعطيكم اياه بشكل مبسط، انه انت عندك هذني هسه ثلاث ابار مسويين كورليشن، هذه اسماءهن اوكي، من ال 74 77 68 ضمن نفس الحقل. راح شي لاحظ حتى يسوي كورليشن، راح اول شيء يشوف، طبعا هي مو شرط الاعماق تكون نفسها تطلع لك هذه الظاهره، هذا كانما انت عندك البيد الاول مطيها فد اسم، والبيد الثانيه اللي هي يونت، يعني هذه اليونت لها فد خصائص واستحنات خاصه بها، يعني انت تعرفون الفورميشن يتقسم الى وحدات، هذه الوحدات لها فد خصائص وفد تركيبه معينه من المينرال، فد ثيرمابوليتي بروسيس تصنف، يعني يصنفوها على اساس جيولوجي ويصنفوها على اساس مكمني اللي هي البتروفيزكس. فهنا هذه اكيد يعني انت من تجي تحفر عند منطقه معينه بنفس الحقل ومنطقه ثانيه، المفروض من تنزل الاس بي راح يتكرر القراءه مالته، فهو هذا الكورليشن احنا نقصد به، يجي يسوي لك ترابط بيناتهم انه او مضاهات الترجمه مالتها، فيشوف لك وين دا تتكرر هذني. فهنا باوع لك على هذا هسه اول واحد، هذه البصمه متكرره صح لو لا؟ يعني بس ما تجي هي بحذافيرها، بس يعني مهما كان الترند مالتها يكون متشابه، والبيكس هي راح تكون عاليه وتجي بعدها هذني شوف اكو اختلاف، يعني مستحيل تجي تقراها نفسها. فهنا مثلا بدت هذه مالتي المنطقه وانتهت بهذا الزون لهنا. زين وراها صار عندك فلات، هذه منطقه تكون كابروكس تكون شيل زين، او تكون صخور صماء الى اخره. فالمهم هذه المنطقه مثلا منطقه مكمنيه، شوف هنا بدت وانتهت بهذا البير، وبدت وانتهت بهذا البير، وهي تقريبا هذا الكورليشن اللي اقصد به. الفكره من عنده انه
حتى اجي اسوي ارسم خرائط او اجي ارسم انه الامتداد مالتي مال الفورميشن، لازم انا اعرف موقع الابار وين صايره بالضبط هذني على الخريطه، وشون ترتيبهن بالنسبه للاكس واي اذا كمكمن او لونجيتيود لاتيتيود. زين، بعدين من اجي اريد ارسم الفورميشن مالتي كخريطه كونتوريه، ممكن اعرف هذه راح تفيدني بيش بالاداره المكمنيه مثل ما قلت، وراح انه احدد هذا راح يعتبرني مثلا جروس ثيكنس بالنسبه للريزرفر. بعدين راح اجي اصنفه بتصنيف اكثر، اطلع من عنده تاثير الشيل، راح اقول جروس نت يعني اخلص من الشيل، وبعدين راح اقول جروس باي يعني اشيل الشيل واشيل المنطقه اللي تكون لو بوروسيتي وهاي ساتوريشن اوف ووتر، يعني فقط هاي هيدروكربون ساتوريشن عاليه وبوروسيتي عاليه، فهاي راح اسميها النت باي، المنطقه اللي تعطيني، فاحددها اكثر وعلى اساسها اقدر احسب الاحتياطيات مالتي واشوف اسوي الفلو زون مالتي او اسوي الاداره المكمنيه اللي هي خاصه بالانتاج وبالهستور ماتشنج والى اخره. اسئله هنا اكو سؤال؟ هذا نطلع عليها ونشوف او لا اقراها من جديد يعني. اوكي خلينا نسوي ستوب ريكورد.